السلام عليكم يا صغاري، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. درسنا اليوم هو الدرس الأول من المحور التمهيدي وعنوانه وداد في دكان اللعاب. في نهاية هذا الفيديو سوف نصبح قادرين على أن نستمع إلى قصة الدرس ونفهمها، نجيب عن أسئلة حول القصة، نتعرف حرف الدال ونكتشف أصواته القصيرة والطويلة ثم نقرأها. أذكركم يا أحبائي ببعض الإرشادات والتعليمات التي يجب الانتباه إليها عند مشاهدة الفيديو. أولاً، نجلس بعيداً عن الضجة، ننتبه إلى توجيهات المعلمة، نصغي جيداً أثناء سرد القصة للإجابة عن أسئلة في فهمها، نلاحظ الصورة لنكتشف ما فيها. تأملوا معي يا أحبائي هذه الصورة، ماذا نرى؟ نرى فتاة صغيرة. حسناً، أحسنت. وماذا نرى أيضاً؟ نرى والدها. نرى أيضاً الكثير من الألعاب المختلفة الأشكال والألوان والأحجام. هناك دب، وهناك دمية، وهناك حصان، وهناك الكثير من السيارات. أحسنتم. أين توجد الفتاة مع والدها؟ هل هما في المنزل؟ كلا. أين هما برأيكم؟ إنهما في متجر الألعاب. حسناً، إجابة جيدة، شكراً لكم. هيا لنستمع إلى قصة وداد في دكان اللعاب. دخلت وداد مع أبيها دكان اللعاب. تعجبت وداد من كثرة ما شاهدته من لعب مختلفة الألوان. قالت لأبيها: أبي، أبي، ما أجمل هذا الدب الرمادي الصغير! أخي عماد سيحبه كثيرا! وانظر ما أجمل هذه الدمية الشقراء! قال أبوها: نعم حبيبتي، سأشتري لك الدمية الشقراء، وأشتري لأخيك عماد الدب الرمادي لتلعبا معه. واشترى الأب الدمية الشقراء والدب الرمادي ودفا مستديرا، وعادت وداد إلى البيت سعيدة بلعبها الجديدة وبما اختارته لأخيها الصغير. بعد أن استمعنا إلى القصة نجيب عن أسئلة حولها. السؤال الأول: أين دخلت وداد؟ فكروا جيداً. حسناً، دخلت وداد دكان اللعب. أحسنت. السؤال الثاني: لمن اختارت الدب؟ اختارت الدب لأخيها عماد. جيد. السؤال الثالث: وبماذا أعجبت أيضاً؟ أعجبت بدمية شقراء. جيد. السؤال الرابع: ماذا اشترى والدها من الدكان؟ فكروا، فكروا معاً. اشترى والدها الدمية والدب الرمادي والدف المستدير. أحسنتم يا أحبائي. ماذا نرى في كل من هذه الصور؟ انظروا إلى الصورة الأولى. ما هذا؟ دولاب. هذا دولاب. انظروا إلى الصورة الثانية. درج. إنه درج. هذا درج. ما هذه؟ إنها دمية. هذه دمية. ماذا نرى هنا؟ إنه دب. هذا دب. وفي الصورة الأخيرة: إنه ديك. هذا ديك. دولاب، درج، دمية، دب، ديك. حسناً، ما هو الصوت الذي يتكرر في كل من هذه الكلمات؟ إنه صوت الحرف دال. من يمكنه أن يعطيني أسماء أشياء أخرى تحتوي على أصوات الحرف دال؟ فإذاً الحرف الذي تكرر في هذه الكلمات هو الحرف دال، اسمه دال وصوته د، وله أصوات طويلة وقصيرة. هيا بنا نتعرف إليها.
أصواته القصيرة دو دا دي د. دو دا دي د. الأصوات الطويلة للحرف دال عندما ترافقه حروف المد دا دو دي. دا دو دي. والآن يا صغاري، ما رأيكم أن نستمع إلى أغنية الحرف دال؟ لنقرأ معاً كلمات تحتوي على الأصوات القصيرة والطويلة للحرف دال. د دف، دو دمية، دي هدية، د هدهد، د دار، دو دولاب، دي ديك. ماذا تعلمنا اليوم يا أحبائي؟ في هذا الفيديو قرأنا سورة الدرس، استمعنا إلى قصة الدرس وأجبنا عن أسئلة حولها، قرأنا أصوات الحرف دال. شكراً لمتابعتكم يا أحبائي، ألقاكم في الفيديو القادم لنكمل معاً درس الحرف دال.